السلام، مرحبا بكم في الفلوغ 449 من الحياة المملة ديالي اللي عجبتكم. وما تنساش إلا جاك هذا الفلوغ ممل عرف بلي راه عندك الحق. مشينا في يوم من الأيام فواحد القارة من القارات قاسمة عليا ما بيا وهي الصينية، تلقيت راسي كنتفرج فواحد الحلقة من سبونج بوب وجاني الملل في الدار أخوتي، وطحت عليا واحد الفكرة علاش لا ما نخرجش نبدل الجو حيت الخروج هو اللي كيحيد الملل. صافي تفكرت أنا اللي خصني نخرج، حتى تما تهبط من الدروج حليت الباب باش نخرج باش نحيد شوية من الملل اللي كنحس به. مهم اخوان هزيت معايا الشكاره في البيسي على واس نلقى شي قهوه زوينه نجلس ونتفرج في الحلقه الاخيره ديال سبونج بوب مازال ما تفرجتش فيها. المهم انا غادي شاد طريق القهوه وهز معايا الشكاره وعيد هز معايا الشكاره عادي ما كاين حتى مشكل. وميمكنش ما عارف الحاجه الوحيده كتحيد لي الملل هي الماكله، قلت خصني ضروري ندي معايا شي حاجه مسمنه ولا بغريره ولا شي لعبه. المهم هذه الماكله كتحيد الملل. صافي خديت العيبات قصت القهوه وانا نجلس عادي، دخلت مع الدخله هز العيبات زعما راني رجل مهم على هذه باش حط لي قرعه الماء ماشي كاس حيت ما كنحبش لي حط لي كاس ديال التخنق تاع الدراري وسمعوا لي. صافي تانستاليت اللور باش نشوف كلشي ونبرقاق ونحيد الملل. صح حط لي برا ديالها تا خصني ضروري نحركهم باش ندير فيه سكر ولا نشعل سبونج بوب حلقه الاخرى. المهم داك اللي اللعيبه هذه كيدل على ان الصاد دخل. المهم اخوان انا قلت لكم داك النهار في ستوري في انستغرام ما كرهتش نكون انا هو الصاد ويحس بيا كلشي بهذا الملل اللي كنحس به. وعاوتاني باش تكونوا فاهمين ما يمكنش نحيد الملل وانا في الصاد وزايده بكاس ديال اتاي سخون، راه شي كيجيب الملل ديال بصح. صافي وحداك سبونج بوب عريان تا هو شاد الصاد، اذا راه الصاد كيجيب الملل راه ما يمكن. قلت راه يقدر يكون المشكل من القهوه، جلست في قهوه اخرى باش نكمل الحلقه. صافي هادي باش نحيد الملل وصافي هادشي كامل في سبيل محاربه الملل. خدت القهوه كحله ولكن واخا هكاك ساليتها دغيا صافي ويبدا يجيني الملل حيت ما لقيتش باش نتلاها. وانا دزت البيسي ديالي قلت ضروري خصني نمشي بحالي للدار، ولكن ما يمكنش نمشي بلا ما نكمل الحلقه. تكملت الحلقه صافي وانا نفكر بانني ساليت، اذا خصني نمشي في حالاتي. سديت البيسي ديالي ونقص الدار وانا غادي للدار بانوا لي الدار مخرجين هاد العود باغي نبيعو. قلت وليا بريكول جابوا لنا نحيد به الملل. صافي وانا نقول مولاي الدار بشحال هادشي قالوا لي لا راه ماشي ديالنا ديال ديك الدار اللي حاطينهم تما ناريك عيد ديال بصح. بغيت نحزن ولا نحزن في الطوموبيل زعما داكشي ديال اوروبا. صافي خدمت سينيال دومبال مشي عندي شي بوليسي نقول لهم مدوش معايا وياخذ لي البيرمي ديالي. صافي شديت الطريق ديالي للرباط باش نمشي حيت قال لك كاين شي ماتش ديال في اللايف. المهم كيحيد الملل اخوتي صافي ما عرفتش ما نقول لكم انا. لا صافي وصلت القنيطره هنايا في مراكش. صافي المهم بديت كندور مع اليوم بيا في هذا البار هذا قال لك ناضي كيحيد الملل. صافي حيد ديال الملل حيد ليا حتى فلوس هاد لقيت اخوتي فلوس كيتباعوا فابور فهمت السطه. صافي دخلت لهاد الكلوب هذا باش نتفرج في الدراري هادو. المهم صافي بداو كيحيدوا شويه الملل وانا بوحدي بديت كنصفر اولي اولي وما كنعرف حتى واحد فيهم. هادي يعني محاربة الملل ويجي عندي شي واحد يقول لي اسكت خلينا نتفرجوا ونقول لي لا وكذا وهذا. المهم سمعوا لي ما قلت والو حيت اصلا ما كاين ما يتقال. عرفتي كيبانوا لي بعاد وفلوق عرفتي ما كرهتش نهبط عندهم وهبطت عندهم باش نحيد الملل وما حاشيت حتى سيكيورتي ولا شي حاجه وجيت بالعاني قدام هذا باش يقول لي اسمح ما تحيد منهم. نقول لي انت كيفاش هذا ونحيدوا الملل. صافي وصافي خرجوني هاني ماشي مشكل اخوتي غنمشي نقلب الضوا وكيحيدوا الملل بعد شويه حصل من الماتش. صراحه ما كرهتش نرجع والله ولكن ملي عرفوني مومي بقاو كاع عليا اجي ولا تدخل تصور قلت لهم لا ما ساليش غنمشي بحالي. صافي وانا ندخل اخوتي عادي باش نحيد الملل وصافي. المهم صافي خاصني انا الريسبسيون ما كاين حتى واحد ما كرهتش نقول لراسي مرحبا بيا وداك الشيء. صافي جيت لهنايا بغيت ناخذ شي حاجه ما لقيت والو حتى شي شي كيحيد الملل. صافي بغيت ندخل من هاد اللعيبات هادو ولكن ما كاين فيهم لا ندخل لا نتير حيت هما خصك تخرج منهم ماشي تدخل منهم فهمتي. الحل الوحيد باش تحيد الملل اخوتي تكونوا متفقين معايا في هاد اللعيبه هو رجعت عندهم عاوتاني اخوتي عادي ماشي ما عنديش النفس ولا شي حاجه قاتلني الملل وصافي تكونوا فهميني. صافي وانا نخرج ما يبانوا لي الدريب على هكا دورت راس زعما ماشي وانا الممل وتفكرت بانني اصلا ما كان باش يعني ما يعرفونيش. صافي رجعت عاوتاني باش نتفرج اخوتي. المهم راه ما عنديش ماشي ما عنديش النفس راه الملل مشيت باش نشوف غير شكون اللي ربح الساعه لقيتهم بجوج خرجوا تعادل. صافي بداو كيتسالموا وانا شط الطريق باش نرجع في حالاتي اخوتي قمه الملل. والنهار داز عندي ممل ديال بصح ولكن ماشي مشكل عاد. ولكن واخا هكا كيعجبوني هاد اللعيبه ديال انك تمشي شي ايفينمون باش تحيد الملل وما تحيدش الملل باش تبقاو حلقات حيت الا حيدت الملل ما بقاش عاوتاني. المهم تفكرت ما قلتش لهم سلامة ولا نرجع عندهم باش نقول لهم سلامة ماشي ما عنديش النفس ولا شي حاجه عقاتني الملل اخوتي راه. بارطاجيو باش اللي فيه الملل يزيد يجيه الملل. وما تنساش قول لي شنو هي المدينه اللي الا مشيت ليها نقدر نحيد شويه من الملل اللي كنحس به. تهلاو.